لا يحرض هذا الخصم، لا 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 لا، مستحيل. يا رباه يا رباه، والله قتالية مش طبيعية من الدفاع الكرة يا مع زلمة. الخصم، العرضية الثانية على التوالي. يا رباه يا سمايكل، مستحيل. عالمي 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 أنت يا سمايكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة واحد من بين أفضل الحراس يا شباب. نعم يا أصدقاء، سوف نقوم بتجربة بطاقة شمايكل، اشتريتها بأوفر 97. سوف نرى أداءه يا جماعة، هل هو جيد، هل هو رائع، هل هو يعني سيء. لذلك أول شيء خلونا نعطيه 3 نقاط مهارة يا أصدقاء. كما تلاحظوا لديه 93 في الارتماء، 97 في الارتدادات، و 90 في التمركز يا أصدقاء. طوله 1.93 متر. أول شيء خلونا نمنح كل نقاط المهارة في الارتماء يا أصدقاء، لأن أهم شيء في حراسة المرمى يا جماعة. ثم نرى الطاقات الخاصة بالزقاء، كما تلاحظون 108 في الارتماء، 105 في التمركز، 112 في الارتدادات. يا ساتر على هذه البطاقة، يا ربي أن تكون نفس البطاقة الخاصة بشمايكل بأوفر 90، بطاقة الأيكون. لذلك فلنتمنى أن تكون بطاقة أسطورية، وخلونا نجرب في بعض المقابلات يا أصدقاء. معنا أولى المباراة يا جماعة، هذا الخصم سوف نرى مستواه بأوفر 93 مع نونيز مع إيدرسون في حراسة المرمى يا أصدقاء. هذه تشكيلتي يا أصدقاء، يعني أصبحت تشكيلة أسطورية يا جماعة. لذلك خلونا ننطلق الكرة مع ديونغ. ديونغ إلى وين؟ تمريرة عالمية، الكرة مع نونيز يا سمايكل. أول التصديات يا ناس. كما تعلمون يا أصدقاء، فقد وضعت لكم فقط نصف المباريات في هذه المباريات التي ألعبها الآن، وضعت لكم فقط نصفها لأنني لعبت بالكثير من المباريات. الكرة مع الخصم، الكرة مع الخصم، مستحيل يا سمايكل. ردة فعل أسطورية، المرتدة السريعة، روح. الكرة مع الخصم، العرضية، يا ساتر على العرضية. يا ربي أن ينتهوا أصحاب العرضيات، يا ربي أن يختفوا أصحاب العرضيات. الكرة مع فيني، فيني ووالكر، فيني مار، مستحيل يا فيني. فيني ماذا تفعل معك؟ لامبارد، بوم، مستحيل. هدف عادي، هدف عادي يا أصدقاء. خلونا نشوف الخصم ماذا سوف يفعل. الكرة مع دياز، دياز دياز، لا تتركوا له المساحة، اخرج يا شمايكل، اخرج. مستحيل مستحيل، بلعنا في آخر الدقائق يا جماعة. الكرة العرضية مع الخصم، العرضية يا شمايكل، بسرعة بسرعة، خلونا نلعب مرتدة، خلونا روح روح روح. الكرة مع كوبو، كوبو إلى زمبروطة، زمبروطة معك كابريال، معك فيني، فيني 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 فارغ. الحمد لله، الانتصار، هو الانتصار يا جماعة. هذه هي ميزة المرتدة يا أصدقاء، مرتدة خاصفة تبلعها بالسرعة. الكرة مع الخصم، لا تتركوه يعرض، لا تتركوه. روديغار، مستحيل، لا 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 لا، والله يعني أضاعها الخصم، أضاعها الخصم يا شباب. كما قلت لكم يا أصدقاء، فقد لعبت الكثير الكثير من المباريات، هذه فقط نصف المباريات التي لعبتها. وضعت لكم يعني أكثر المباريات التي عمل فيها، إما تصديات جيدة أو تصديات سيئة يا أصدقاء. أعتقد أن الخصم قد انسحب يا شباب كما تلاحظون. خلونا فقط نبلع هذه الضربة خطأ ونخرج كذلك يا أصدقاء. سجد سجد، مستحيل يا خولاد. الحمد لله ضمننا الانتصار، خلونا نتوجه للمباراة الموالية. سوف نرى كذلك هذا الخصم كيف سوف يكون أداؤه يا جماعة. هذا الخصم بأوفر 94 مع لينكر مع جيمبيلي مع كوبيل في حراسة المرمى يا أصدقاء. سوف نرى كذلك أداء شمايكل في هذه المباراة. الكرة مع جيمبيلي، جيمبيلي إلى لينكر، لينكر لينكر ماذا تفعل؟ لينكر مار مار مار، تسديد، الحمد لله، لا 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 لا، مستحيل. تصدي عالمي في آخر دقائق الشوط الأول يا أصدقاء، والله أنقذني شمايكل في هذه المقابلة. بن ناصر، بن ناصر، خروج موفق من بطاقة شمايكل يا أصدقاء. روح المرتد، تروح بيتشيت، بيتشيت إلى كارفايو، كارفايو إلى جابرييل، هذا هدفنا أعتقد. الكرة مع خولات مار، خلونا نفجر المرمى، خلونا نفجر، وعمر عمر سددها، مستحيل. حتى أن الهاتف توقف يا شباب، والله كيف توقف الهاتف، يعني كل العرضيات بلعته في هذا الهدف يا جماعة. آخر فرصة، آخر فرصة يا روديغار، يا أسطورة. ونهاية المقابلة، الحمد لله الانتصار، والله تصدي عالمي من بطاقة شمايكل، كنت أعتقد أنه سجلها يا أصدقاء. المباراة الموالية، هذا الخصم مع نوير أعتقد في حراسة المرمى يا جماعة، مع نوير مع مولر في حراسة المرمى، يعني تشكيلته بأوفر 94 تشكيلة جيدة يا أصدقاء. الكرة مع خولات، خولات خولات خولات، ماذا تفعل يا خولات؟ خولات مع مالجيني، مالجيني، يا دفاع يا قوي. الكرة العرضية، يلا يلا يلا، يلزمنا نسجل، ماذا تفعل
يا نيار والله يعني سبب في هذا الهدف يا أصدقاء. الكرة مع الخصم، ها هو فيني، هل هي العرضية فيني؟ لا أعتقد الخصم يعرض له، والله يا رب مستحيل التصدي من شمايكل يا جماعة. كما تلاحظون أولى العرضية التي يتصدى لها شمايكل معي أصدقاء. خلونا نهدي كرة المرتدة، روح يا جابرييل. لا 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 مستحيل، كيف مار يا رب يا جابرييل. ضربة خطأ يا حكم، الحمد لله. يلا يا خولات نعتمد عليك يا خولات. لا والله مستحيل، فيني مرعبهم يا ناس. كيف كانت المتابعة؟ أسطورية. الكرة مع الخصم، الكرة مع فيجو. ماذا تفعل وريكاردو كارفايو في الدفاع؟ يلا يا بيتيت. الحمد لله، بعيدة جدا. والكرة مع بيتيت مجددا، خولات وفيجيتش. يلا بوم، مستحيل، هو الانتصار يا ناس. والله كل هذا بفضل تصدي شمايكل في العرضية أصدقاء. كما تلاحظون تصديات عالمية، من المستحيل أي حارس أن يعمل هذه التصديات يا أصدقاء. خلونا نتوجه للمباراة الموالية ونرى من هو الخصم الذي سوف نواجهه بأوفر 96. يا ساتر، مع أليسون، مع الظاهرة، والله يعني شكل راح أبلع يا أصدقاء. الكرة مع رونالدو إلى سون لعيب سون، هذا حتى هذا الخصم لا يعرض، شكرا لك لأنك لا تعرض. لا مستحيل، هذا الخصم يفعل ما يشاء في دفاعي أصدقاء. الكرة مجددا مع فييرا إلى الظاهرة إلى سون. كما تلاحظون سون خفيف، سون سريع. لا شكلنا بلعنا من فييرا يا شباب، والله راح أخسر أعتقد بثلاثة أو أربعة. الكرة مع فييرا مجددا، هذا فييرا رهيب، ولكن روديجر بسرعة مرتدة، روحي كارفايو، والله يعني أضعت. يلا يا هالاند إلى كوبو فان دايك، مر يلا يا كوبو، سددها، مستحيل يا أليسون، تصدي عالمي من أليسون. الكرة معاي، خوليت أرتو يا ربا، من وين يسدد الأرتو هذا خوليت يا أصدقاء. الكرة مع الخصم، خلونا نخطفها ونعمل مرتدة يا ربي ألا يسجل، خلوه يرتكب خطأ، خليني أخطف الكرة. الكرة مع فير، كما تلاحظون يلعب على الهادي، يلعب على المضمون. الكرة مع الظاهرة لجورزينيو، ماذا تفعل؟ فييرا أضعى بسرعة مرتدة، روح يا كوبو معك، فيني يلزم يبلع الفيني وديليخ، مار يلا يا فيني، مستحيل، مرتدة تدرس يا جماعة. كما تلاحظون أليسون ضعيف جدا. آخر فرصة مع خولات، الكرة مع فييرا يلوين، لا والله يعني لا أرجوك يا ظاهرة، لا مستحيل، والله حتى التعادل يعني أنا سعيد به يا أصدقاء. الحمد لله، والله كان خصم لعيب جدا يا أصدقاء. هذه هي المتعبد عرضية تلعب مباراة ممتعة في الأرض يا أصدقاء. وننتقل للخصم الموالي يا جماعة، وهذا الخصم بأوفر 94 مع كريستيانو رونالدو ودياغو كوستا. هذا دياغو كوستا عالمي في حراسة المرمى. قبل بداية المباراة أقول لكم أن الحارس الخاص بالخصم حارس أسطوري، ماذا تفعل يا رونالدو؟ يلا يا لامبارد، الكرة مع الخصم، رونالدو ماذا تفعل؟ لا مستحيل، والله لاعب هذا رونالدو، هل هي العرضية؟ والله يعني بلعنا، أسوأ لاعبين الأفسون، بل هم أصحاب العرضيات كما تلاحظون. الكرة مع لامبارد، قطع لامبارد، لا والله أعطيتها الهدية شمايكل في التصدي، بسرعة يا شمايكل، مرتدة كما تلاحظون تمريرته باليد، روح مرتدة سريعة، روح يا جابرييل، يلا يا فيني وكنافارو، يلا كوبو أخطفها يا كوبو. هذا هو جزاء اللي يلعب عرضيات يا جماعة، والله هذه الأهداف لا يحبها، لكن من أجل من يلعب عرضيات. يلا يا لامبارد وزيدان، باور شوت بوم، لا والله هدف، هل شاهدتم ما دخلت يا شباب أم لا؟ والله يعني شكلي قد حرمت هذه مصدرة تحكيمية يا جماعة، تسديد يا دياغو كوستا، والله راح تعذبنا في هذه المقابلة يا دياغو كوستا. يلا العرضية سجدها روديجار، ماذا تفعل يا دياغو كوستا؟ ركنية أخرى مجددا يا جماعة، يلا يا خولات اضربها يا روديجار يا دياغو كوستا، والله يعني ذلك ليس قد أزال للحكم هدف يا شباب. آخر فرصة خولات
الجبال. ماذا تفعل يا ديو كوستا؟ والله يعني مباراة من جانب واحد، وحتى الحكم قد يعني الكرة دخلت المرمى ولم يحتسب هدف الزقاء. والله فلكتبوا لي هل دخلت أم لا يا جماعة. المباراة الموالية، من هو الخصم الذي سوف نواجه بأوفر 92 مع كريستيانو مع كوبي في حراسة المرمى؟ تشكيل عادية، لكن هؤلاء الخصوم أخاف منهم يا شباب. خصوم بأوفر 90 بأوفر 91 يكونون خطيرين يا أصدقاء. الكرة مع الخصم بيلينغهام، بيلينغهام مر، مستحيل يا بيلينغهام، ضربة جزاء. والله شكلنا راح نبلع يا أصدقاء. خلونا نتحرك على اليسار وننتظر قليلا، بما أن الخصم تأخر خلونا نتبت في مكاننا، نتبت. هذا رونالدو جبار يا جماعة، تسديدة قوية، لكن الكرة مع فيني، فيني مر، مستحيل يا كوبال. الكرة مع بيتيت، بيتيت إلى خولات، باور شوت، باور شوت، بوم، مستحيل. هذا خولات جبار في خط النص يا جماعة. الكرة مع فيني، 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 ماذا تفعل؟ هل هي العرضية؟ لا، هذا لا يعرض، مستحيل، مستحيل. شكرا لك يا سمايكل، والله يعني تصدع عالمي من سمايكل. الكرة مع رونالدو، رونالدو، هل هي العرضية؟ لا يعرض هذا الخصم، لا 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 لا، مستحيل. يا رب يا رب، والله قتالية مش طبيعية من الدفاع يا شباب كما تلاحظون. تصدي عالمي من سمايكل في هذه المقابلة، شكرا لك يا سمايكل، شكرا 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 لك يا عم. وننتقل للمباراة الموالية. والله أداء سمايكل في بعض المباريات يكون خارق. هذا الخصم أحمد بأوفر 95 مع بيلي مع جورزيني، ورأس حربة يا شباب، ماذا سنفعل؟ الله أعلم يا جماعة. الكرة مع الخصم جورزيني، وجورزيني إلى بيلي، هذا بيلي عالمي مر، مستحيل يا بيلي. يا ساتر يا ساتر على بيلي يا جماعة. الكرة مع الخصم مجددا، الوانتو، الوانتو، يلا يلا يلا، اخرج 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 بسرعة، ماذا تفعل يا جورزيني يا سمايكل؟ والله تصدى لها، كنت اعتقد انها سجلت يا عم. مرتدة بسرعة، روح روح يا فيني، فيني، الوانتو، العب الوانتو، العب الوانتو، روح يا فيني، روح يا فيني. نحن نعتمد عليك يا فيني، روح روح، خذ لك يا فيني. ها هو التعادل، ها هو التعادل يا جماعة، ها هو التعادل، سجد، مستحيل، والله تفو. ماذا يحدث يا ناس؟ والله في المباراة السابقة دخلت ولم يحتسب هدف، الآن كوبو يخرج الكرة من المرمى يا جماعة. والله هذا هو العقاب، بمجرد أن تضيع تبلع، هذه هي قانون كرة القدم يا جماعة. هل هي العرضية؟ لاحظوا لاحظوا هذا الخصم، بمجرد أن ضمن المقابلة بدأ يعرض وانهزم من الزقاء. والله كل هذا بسبب كوبو يا الزقاء. والمباراة الموالية، أعتقد أن هذه المباراة ستكون هي آخر مباراة الزقاء. سوف نرى مستوى بطاقة سمايكل، ولو أنه لحد الساعة بطاقة أسطورية. هذا الخصم بأوفر 96 مع غريزمان مع أليسون، سوف نرى كيف سوف ندبر هذه المقابلة. لامبارد، روح يا فيني، فيني 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 مر، مستحيل يا فيني، يلا سددها سددها يا فيني. معك بيتيت، بيتيت إلى وين؟ إلى جابرييل. أليسون سيء سيء في حراسة المرمى يا أصدقاء. الكرة مع الخصم تشاكا، تشاكا يا سمايكل يا عالمي، مستحيل يا سمايكل. جيماركو، جيماركو، العرضية، وسمايكل في المكان المناسب يا أصدقاء. الكرة مع الخصم، العرضية الثانية على التوالي. يا رباه يا سمايكل، مستحيل، عالمي 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 أنت يا سمايكل. الكرة مع خوليت، خوليت، ماذا تفعل؟ خوليت مر، الكرة إلى فيني، فيني إلى خوليت، نعملها بورشوت يا جماعة، سجدها سجدها سجدها، بوم يا أليسون. وآخر فرصة ونهاية المقابلة يا جماعة كما تلاحظون، تصديات عالمية عالمية من هذا الحارس يا أصدقاء. إذن يا أصدقاء، فبعد أن جربت لكم بطاقة مايكل فكونوا على يقين، هذه البطاقة يمكنني أن أقول لكم أنها بطاقة أسطورية، أسطورية جدا، ولو أن سعرها يعني غالي شوية، لكن هذه البطاقة سوف يكون أداؤها حلو حلو معك كثير يا شباب. كما تلاحظون ما يميز هذه البطاقة أن البورشوت من الصعب أن تسجل عليه، خذوها مني أصدقاء، البورشوت من الصعب أن تسجل عليه، حتى بالنسبة للأرتو التي تكون خارج منطقة الجزاء فمن الصعب أن تسجل عليه. عيبه الوحيد يا أصدقاء نوعا ما إذا كان الخصم داخل منطقة الجزاء فمئة بالمئة سوف تسجل عليك فيما يتعلق بهذه البطاقة يا أصدقاء. أما بالنسبة للعرضيات فيمكنني أن أقول لكم أنه يتصدى لنصف العرض
شعر زيت يا جماعة، بخلاف باقي الحراس يا أصدقاء، فبطاقة سميكل يعني أنصحكم أن تشتروها ولو أنني لازلت عند كلامي. بطاقة مارتينيز، لو اشتريت بطاقة مارتينيز بأوفر 96 أو 97 سوف تكون معك أسطورية، أسطورية جدا يا جماعة، أفضل من هذه البطاقة الخاصة بشميكل، لكن حتى بطاقة شميكل سوف تكون معك أسطورية صديقي. لذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.